جي سي نبيل، أنت مدعو ككل الجالية التونسية في الخارج الالتحاق فورا بتونس، بتونس الخضراء، تونس راهي بخير. أقولها وأمضي وأمضي وأبادر بتقديم الفقرة المويلة في برنامج بلا مجاملة مع بلا رتوش. يا تكونون يا لا تكونون. لا اليوم سوف نكون وكنا دائما نكون. احنا من قبل كنا واليوم باش نكونوا باش نكملوا نواصلوا نكونوا ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا نكونون. ان شاء الله. بون خدمنا واليوم ان شاء الله نوريو للعباد اش خدمنا وان شاء الله نكون ونوريو للعباد احنا نجموا نكون ولا نكون. قبل انت متركن في بلاصه ومنزوي في بلاصه وتعس على جماعة تقول زعما يجيب منهم ربي ولا ما يجيب زعما يكونون أو لا يكونون. هذا استقراءك أنت. أنا من طبيعتي إنسان نخير الهامش، فأنا هامشي بالطبع ومهمش تاريخيا. أنتم ما كنتم وهذم يحبوا يكونوا في دومين عدو بشوالي في خبر كان يظهر. لا في دومين نكون أو لا نكون دونك يلزمنا نكونوا. هكا ولي احنا كنا وهما تعوا باش يكونوا وما يلزمش الدومين هذي يمشي. انا اخترت كون نكون مهمش من عهد بورقيبه وبعده بن علي وتوا الغموشي. انا مهمش انا وهامشي اصلا وشعاري نتبنى شعار نتاع انتونا ارتو ابدا دائما دائما ابدا. قلت لي في عهد بورقيبه وبن علي والغموشي، والغموشي خارجه من الغمه لطف، وهو اسمه الغنوشي راهو مش الموشي. اي رجع لي شاهد العقل وكهو، ان شاء الله ان شاء الله تقول امي. كل عام طلبة المعهد يقدموا مشاريع تخرج، هذا أول عمل باش يتقدم اليوم في السنة الجامعية هذه. اليوم يا ربي العمل عليك. اليوم يا ربي العمل عليك. يبقى المسرح والفن عموما، السينما والموسيقى هو الحل الوحيد لإنقاذ البلاد. أنا يظهر لي هكا. أكون أو لا أكون، طلبة المعهد العالي للفن المسرحي لزاد يحتفلون بمشاريع التخرج ويؤكدون نكون أو لا نكون في نبرة من التحدي والإصرار ليست بغريبة عن طلبة المعهد العالي للفن المسرحي. شدني موقف الفنان فتحي العكاري الذي حضر الاحتفال لكنه انزوى وفضل الانزواء، وعندما عالجته هالة الذوادي بسؤالها أجابها أنا مهمش في كل الأنظمة السياسية التي تعاقبت على تونس واخترت عن طواعي أن أكون مهمشا وهامشي. موقف غريب لفتحي العكاري الذي اختار أن يكون مهمش، وهذا في نهاية الأمر تناقض بين ما يقتضيه الفن من البروز والتألق والنجاح والتهميش من ناحية أخرى. لكن موقف آخر شدني لأحد المسرحيين أحسن بن أحمد، قال حرفيا الهالة المسرح والفن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد. هل هو تصريح مبالغ فيه أم تصريح منطقي وعقلاني على اعتبار أنه فشل الساسة والسياسيين وحالوا الأمر فورا إلى الفنانين لإنقاذ البلاد؟ هو فما مثل يقول ولا قالوا شكسبير أعطوني مسرحا أعطيكم شعبا عظيما، وهذا يفسر وأنه للثقافة قيمة ثابتة في البلاد وفي كل البلدان. إذا كان بلاد تحب تشوفها متقدمة متطورة كذا لا ربما معناها لا بد وأنك
تشوف ثقافتها، تشوف مثقفها مبدعيها، معناها معناها شريحة كبيرة في في تونس من المثقفين. توا برشا وليت نسمع التصحر وما عندناش حتى شيء وما عندنا مبدعين، والله خلي كل واحد يدلي بدلو. أما على الأقل الخمسين سنة شفنا فيهم العديد من المبدعين في مجالات مختلفة اللي قدموا دليل على أنه معناها الناس هذية تستاهل تونس وتونس تستاهلهم. لكن الشباب اللي ريناهم معناها توا هذوما يلزمهم يكونوا يفتخروا أنهم جاءوا في وقت ثورة، وهذه معناها البروموسيون اللي باش تخرج توا باش تخرج معناها إن شاء الله تلقى المناخ الطيب، خاطر توا فما تجاذبات ومشاكل وكذا. احنا نغزروا المستقبل، برشا عباد ماهيش متفائلة وبرشا عباد متشائمة بطريقة معناها غريبة. أنا اللي نقوله ماذا بينا الشباب نتاعنا هذا يشد في الثقافة ويشد في المسرح ويحاول باش يتكون التكوين الصحيح، ما 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 يخاف من حتى شيء، فما شنو اللي باش يخوف حتى وكان فما معناها هي صحيح حاجات يلزم هو لا يلزم يلزم يكون يمشي ضد العواصف. معناها قبل هيك نتفرجوا في الرؤساء ثلاثة معناها يحكيوا على الباخرة والعواصف، العواصف ديما في حياتنا ما ننجحش ونفشل في مرة ونعاود. أما إذا كان نطيح ونقف ونقول يزيني أنا خسرت المرة الماش الأولى، سي فتحي العكاري ربي يبارك له معناها العمر هذا كله مازال يقول معناها مهمش وتهميش، قالك أنا اخترت التهميش، اختار اختار معناها علاش ما نعرفش أنا هالتشاؤم هذا لواش. أمانة أنا أعتقد أنه الشباب قدامه فرصة كبيرة يفرض روحه يفرض ثقافته يفرض المسرح، ما يقفش قدام أي تهديدات وأي مشاكل من أي نوع، وهذا هو رجال المستقبل وأبنائنا. ما ناري نحبوهم يكونوا بالحق أولاد تونس المولدة، واللي جابت علي بن عياد وجابت عليا وجابت علي الرياحي وجابت غيرهم، هذوكم ما زالت باش تجيب ما خير منهم وأفضل منهم بفضل معناها تشبثهم بالوطنية والبلاد وحب تونس. نجاح والتوفيق لطلبة المعهد العالي للفن المسرحي في إطار مشاريع تخرجهم، فما خدمة كبيرة قاعدة يقوموا بها، وإن شاء الله بإذن الله في أقرب الأوقات يكونوا فاعلين على الساحة الفنية والثقافية. أقولها وأمضي وأمضي وأبادر بتقديم الفقرة الموالية في برنامج بلا مجاملة مع فيه وعلي. كان همنا ونحن نتناقش ونحن نتحاور حول مهرجان كارتاج، كيف يمكن أن نصلح مهرجان كارتاج؟ هذا المهرجان يشتغل بدون أي إطار قانوني، ليس به هيئة بالمعنى القانوني للكلمة، ليس له ميزانية تصرف إلا عن طريق الوكالة. هذه كلها قضايا لا أعتقد أنه في ظرف 4 أشهر بإمكان وزارة الثقافة أن تعالج هذا الملف على أهميته. أؤكد حرص على الوزارة على أن تحترم تعهداتها تجاه شعبها في إقامة جميع مهرجاناتها بدون استثناء بدون قيد بدون شرط، وهذا استحقاق من استحقاقات الثورة، ولن ندخ أي جهد في دعم المهرجانات الدولية المعهودة أو الوطنية أو المحلية أو الجهوية. في الندوة الصحفية لتقديم برنامج الدورة 48 لمهرجان قرطاج الدولي صيف 2012، صرح السيد وزير الثقافة مهدي مبروك في خصوص مهرجان قرطاج الدولي أن هذا المهرجان يشتغل دون إطار قانوني، ليس به هيئة تديره بالمعنى القانوني للكلمة، وليست له ميزانية. بعد أيام فوجئ السيد وزير الثقافة مهدي مبروك ومدير مهرجان قرطاج الدولي سيد فتحي خرات بمحضر عن طريق عدل التنفيذ موجه إلى وزارة الثقافة، وجهه مباشرة سي الأسعد بالغايب عن المرصد التونسي للثقافة والفنون بعد أن بادر بتوجيه محضر تنبيه للسيد وزير الثقافة وكذلك مدير مهرجان قرطاج الدولي. يحضر معنا في بلاتوات قناة حنا بعول في برنامج بلا مجاملة لتفسير وتبرير ما هي الدعوة ولماذا قام بتوجيه محضر تنبيه. سي الأسعد مرحبا بك، زارتنا بك البركة، باش نعدي فاصل أما نبعث ليش محضر تنبيه، نحبك نفرحوا بيك زارتنا بيك البركة، الخوف كل الخوف أن يسارع بتوجيه محضر تنبيه إلى وليد زراعة. لا تغادر مقاعدكم ولا تغير المحطة، سأعود إليه مباشرة بعد الفاصل.